هنقول أهم أسباب الإحساس بالدوخة، ودائما ننصح أنك تتوجه للطبيب عشان تستبعد بعض الأسباب اللي تحتاج بالفعل تدخل مباشر من الطبيب. الأسباب ممكن تكون فقط مجرد قلة سوائل أو جفاف، فقر دم ونزول في مخزون الحديد، نقص في فيتامين B12، توتر، قلق وتعب جسدي أو نفسي شديد، أحيانا تكون بسبب مرض السكري الغير منتظم، نزول في الضغط أو بعض الأدوية، بالذات أدوية الضغط أو أدوية السكر إذا ما كانت منتظمة. أحيانا تيجي بسبب مشاكل في الأذن الداخلية لكن صاحبها هنا عدم توازن، الإحساس بالدوار، طنين في الأذن، استفراغ وغثيان. ممكن تيجي بسبب مشاكل في الدماغ سواء كانت أورام لا سمح الله أو نقص في التروية أو جلطات بسيطة، حيصاحبها إغماء، عدم توازن، فقدان للسمع، مشاكل في البصر، حيكون تنميل وخدران في الأطراف وضعف بالأطراف.